ان الولايه الشماليه كورتي تحدثت قبلها في دقائق، ويا ريت تدينا تذكير ثانيه انس عن الفقره القادمه. طيب فقرتنا واحده من الشماليه من منطقه كورتي اسمها عيشه. القصه عيشه كانت شغل كل الناس في السوشيال ميديا تحديدا، والناس شغالين في مجال الاعلام الالكتروني، فكان قصتنا نشرها الزميل الطيب عبد الماجد، وحكى عن قصه حياته كان عن طريق كتابه في صفحته عن طريق الفيسبوك. بيتكلم عن عيشه، بيقول عيشه امتحنت الشهاده السودانيه احياء وجابت 92 يا كبير ومعاه 40. الله الله يا حي يا معين، لا بتاخذ غفوه ولا بتغمض له عين، فرحت ليك يا متيشه وفرحانه بيك كل السنين. حنمشي مع الزملاء في قناه الشماليه عفوا تلفزيون السودان ومراسلنا ابراهيم حرزاوي نتعرف على قصه برنامج عيشة. بيتنا على شاشه تلفزيون السودان، تحيه لكم المشاهدون الكرام في كل مكان اينما كنتم، اسعد جدا عبر هذه الفقره ضمن برنامج بيتنا ان نلتقيكم من الولايه الشماليه، وهي محطه بطعم الفرح وطعم النجاح وطعم الزغروده التي دخلت لكل الحيشان في سودان الحبيب باعلان نتيجه الشهاده الثانويه لهذا العام. ونسعيد عبر هذه الفقره ان اكون رفقه اسره الطالبه المتفوقه عيشه عوض محمد حامد، وبدايه دعونا نرحب بوالد الطالبه. مرحبا بك عم عوض محمد حامد عبر فضائيه حياك السودان. حياك الله، تحيه لك والف مبروك لعيشه. الله يجزيكم خير، يحييك الله. الله يخليك، مرحبا بك عيشه 92.4 من 10، نقول لك الف مبروك النجاح والتفوق. الله يبارك فيكم، وبحيي كل المشاهدين من برنامج بين. تحيه لك عيشه. يمكن هي نسبه 92.4 من 10 هي ما اكبر نسبه في الولايه الشماليه، لكن الظروف التي مرت بها هذه الطالبه عيشه وظروف الاسره حتى الان دعتنا ان نتحدث عن الطالبه عيشه. بدايه دعنا نتكلم عن هذه المسيره، مسيره النجاح والكفاح البدت من الطفوله يا عم عوض محمد حامد. تكلمنا عن حياه عيشه، كانت كيف حياتكم في البيت؟ تفضل كلمنا. ما كان عندنا حاجه. نعم الله عليه، وديت الاطفال لجماعه مثل المعلمين كورت واستقبلوه وجزاكم الله خير، ونجوى احمد الحاج وديت لها الرسوم رجعت لي وقرت عليه حساب. نعم. ومسكت في بيته قال ذلك اذا معاه بالتهربه وتصرف عليها تتكفل بها، باتت معاها ليلين. اخوانك يسألوا منها، قلت لهم قادمه على المعلمه وعندها بنيه قدره ومرحبت بها ورفضت الرسوم. قالوا لي جات تنطلق. قلت انت باري عيش بمثل الشغله دي، نحن برا منها. كانوا اخوانك كانوا رافضين انها تقرا يا عمرو؟ رافضين اي. طيب يا عيشة، كده كلمينا يعني عن مراحلك الدراسية اللي بدأت من الأساس لحد ما وصلت المرحلة الثانوية وقعدت مع أستاذ نجوى ومع بنت عروبة في البيت. دخلت روضة كورتي ومدرسة كورتي الأساسية، وتحصلت على شهادة الأساس بمجموع 260، وخشيت مدرسة مجموعي 260 يعني من ثامن للثانوي. من ثامن للثانوي والثاني مروي النموذجية. وحسب ظروف هذا طلبت من المديرة انها تحولي لي مدرسة علي عبرسي بكورتي. ودخلت مدرسة علي عبرسي وقريت فيها 3 سنين، والمديرة عفت عن الرسوم ويعني كانت بتديني من مصروف خام. جميل. عم نعوض حياة عيشة، يعني انت ذكرت لي انه ما كنت عندكم حاجة حتى الرسوم تمشي تدفع لعيشة، حتى مصاريفها بتاعت اليوم تمشي بها المدرسة وتجي راجعة. مرة بدفع عليها ومرة بشيلها حليب صح في التريسة تحليب لها فوق غرماي وتسوي في البشتل وتشيل لها فطور عشان وجبة الفطور بس. تمام. طيب يعني عيشة معاكم في البيت، هي من الاساس الحمد لله ربنا كان موفقه لحد ما وصلت الثانوي وجابت المرتبه الكويسه والنسبه 92.4 من 10. الاولاد في البيت انت ذكرت انهم رفضوا
عيشه ما تقرا. ايوه. السبب اللي خلاك تخلي عيشه تقرا شنو؟ خلاني فتحت نفسي نحن نايمين تقرا بالجركان المكسره. جاوبت لها علبه سوتها لمبه. قالت له خذ بطاريه اخذتها لها المره الاول ب 25 وخسرتها المره الثانيه اخذتها لها ب 35 وفي الظروف القريبه دي اخذتها لها ب 50. فاتح نفسي عشان نحن نايمين هي بتقرا وتقوم بدري تسوي الشاي تشرب وتشيل شنطتها تمرك. انا بقوم اصلي القى الشاي جاهز محصول عند النار اشرب وصح الجماعه ديالك. اللي بيقوم بعد ذاك اللي بيسوق يسوق اللي بيصلي يصلي. ما في كهرباء في البيت كان عشان انت تقرا بها؟ الليل ما في ولا الغيابه ما في الليل ما عندنا كهرباء والليل بنشرب بالبرميل الله يعزك والداب من المواتير من الماتور ده ومن الماتور مرة الكهرباء قابل. نعم. يا بطارية يا لما. يعني عيش انت بديت تقري بـ 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 بتولع النار عشان ما تقري بعد ذاك عملت لمبة لمبة بنية. اي بنية عندها دخان كده. عشان ما تقري بها. بالجاز. اي. تمام. طيب الدوافع اللي ده كله كان شو يعني عيشة لو كانت طيبت في زماننا ممكن تقول يا اخي انا ما داير اقرا في الظروف دي. يعني انا كنت شايفه وضع الاسره وقلت ارفع من مستوى اسرتي وكده. تمام. طيب كنت بتساعد الاسره في البيت يمكن الوالد ربنا يديه الصحه والعافيه ويخلي لكم. ذكر انه بصحى الصباح من النوم بلقى عيشه عملت لهم الشاي جاهز. ايوه نعم. امي يعني سعيده احمد خليفه بحياها من برنامج بيتنا من قناه السودان. يعني هي كانت مريضه وانا كنت بخدم خدمه البيت كلها واقرا. مع خدمة البيت انت كنت قاعد تقري؟ نعم. طيب كنت بتوزعي وقتك كيف؟ بين الشغل بتاع البيت، بين القرايه، بين وقفتك مع امك، يمكن امك برضه محتاجه لك. يعني انا بقوم من الصباح بسوي الشاي وبمشي المدرسه. يعني في الفتره يعني بطلع برا من البيت بدري وفي الشارع بقرا وجاي بقرا والمسافه من الصباح لغايه جرس الطابور بقرا. بين الحصة والحصة بقرا وفي فسحة الفطور بقرا. ما كنت بضيع دقيقة أو ثانية تمر إلا ما أستفيد منها. أقل وقت بتلقيه ما بتفكر في إنك تنومي تمشي تطلعي مع صحباتك تمشي تزوري جيرانكم تمشي مناسبات في الحلة بتفكر في إنك تقرا طوالي؟ ما بفكر أمشي المناسبات نهائي. ليه؟ كنت زولة منطوية ولا عشان تقري بس؟ عشان اقرا بس لاني لو مشيت المناسبة ثاني تحصل واحدة يقولوا ما جات كيف يلوموكي. تحية لك يا عيشة. عمنا عوض انت اصلا كنت بتشتغل شنو زمان؟ بدري كنت شغال بارد ثروة جمال وغنم بترعى. اي وفي الاخر العرب قاعد يقولوا الغنم محقتهم بالعيش. في الاخر انا فعلا انا اخذتها ومدير البهيم كانوا كتار وقسموهم كل ذول خط حقهم وحقنا اللي اذا سبقوا مكسرين صغار ما عاشنا انا ما مسكرنا فقلت اخليهن امشي اقطع الواقود اجيب في الحل فيه المسافه اللي انا بجيب كسر من الواقود واجيبه اذيع لا احتاج عطشانات وحدات جعانات وحدات رايحات. بيدخلني بقى نمشي الناقصات يمشي الناقصات يمشي الناقصات لما فضل حاجه بسيطه ما بتمسكنا ولا بتزودنا. من اجل نازلين على البلد. من الخلج جيت كورتي. اي. جيت كورتي بنيت بيت ولا قعدت في راكوبه؟ اول شيء قعدت في راكوبه. وتالي بقيتها بالبنات وبالولاد. مره ابني انا مره سندي مره ابني الولد. لصقنا لنا طوب عادة كده. جماعة المعتمد دي اللي هناك شافوا لا يقول لي بنيان من تلقاه وتعرفوا بنيان زول ما هم يتعلموا البنيان. سوينا لنا عياضات كده سوينا لنا حوش قعدنا فيه. ولا عند المكان ده ناس تتجمل اقعد من بيتنا صمام. طيب بقيت تشتغل شنو بعد ما جيت نازل الحله تحت العمار؟ بقيت بقطع المسكيت وفي واحد عنده طابور شنو شنزله له ابيعه له حطب للفرن. اي واخذ فطور ولا ذات من اجيبه يفطر الليل.
بقى كتير بفطروا يا غدي، وهم بقى شوي يفطروا رزق اليوم باليوم. اي باكر كده وبعد كده. يعني لو طلعت اي مشوار بتكون شايل همهم الباكلهم منو البزقيهم منو اصلا فتهم في تم بقضيه الله يومين وثلاثة مو عندهم. ربنا يديك الصحة والعافية ان شاء الله عمنا عوض. فضل الحلاقة هذا هي فوق الحطب ده. نعم جناقة وهي فوق الحطب أقطع أوديه الطابور أجيب لهم فطور فطروا أنا أمشي أقطع ثاني من بقيت أنا شيء أصبح أوديه الصباح والعشي كمان أجيب العشي من بقيت فترة ولا أودي باكل. نعم فعيشة الوالد ربنا يديه الصحة والعافية قال كنت قاعد تساعديه في البناء. نعم كنت في الإجازة بقطع طول وببلغ وبخدم اي حاجه لازمه في البيت انا بقدر بشوف نفسي بقدر اعملها بعملها. ساعدتي لحد ما عملت الحوش وعملت الغرف جوا. ايوه نعم تمام. طيب الان يعني انتم ما شاء الله والحمد لله بقيتوا عندكم بيت، خلينا نقول تدخلوا راسكم فيه من اي نعم قالنا كيف ندخل راسنا فيه؟ تاكلوا الاكل اللي ربنا بيقسمه ليكم تشربوا مويتكم وعيش ان شاء الله يعني ترفعكم. المطبخ المناقض فيه النار من الهبوب سبينا والحمد لله. الحمد لله. عيشة ممكن ندخل للمدرسة ونسلم على أستاذة نجوى اللي انت ذكرتيها انه احتوتك مما جيت خاصة أيوة المدرسة وابد تمسك القروش. ايوه نعم. كلمينا عن حياتك جوا المدرسة من ما خشيتي سنة أولى لحد ما امتحنت الشهادة السودانية الآن والحمد لله نسبة نجاح مشرفة جدا. خشيت الثانوي مدرسة علي أبرسي بكورتي ومن سنة أولى لحد قريت فيها عن الفصول الثلاثة وخشيت الميثاق الأدبي ويعني الأستاذة نجوى مديرة مدرسة علي أبرسي وقفت معاي في كل ظروفي وكل المشكلات اللي واجهتني. نعم. الطالب اللي بيكون ممتحن دائما بيكون عنده رعاية خاصة بيقيفوا معه ناس البيت بيوظفوا ليه وقته بده غرفته عشان ما ينجح يحقق 92.4 من 10. عيشة في كل الظروف الماء تهيأت لها، الماء كانت متاحة لها، الماء توفرت لها فيها الرعاية، كيف قدرت تحقق 92.4 من 10؟ وكان هي متوقعة بالنسبة لك أنت كعيشة الممتحنة وعارفة شغلك هو ده؟ يعني بالنسبة اللي حصلت عليها يعني بالجد والاجتهاد ودرس اليوم باليوم وخلي بالي بالحصة. لما تمشي المدرسة كنت بتنسى ناس البيت وإنه ناس بيتكم بياكلوا من وين وبيشربوا من وين وبيتكم لسه ما اكتملوا الغرف لسه ما تلهست؟ ما بنسى لكن بحاول أتناسى عشان أفهم في المدرسة. بتخطي الحاجات دي على كفه وبتخطي وبتخشي المدرسة؟ بخطي الدراسة على كفه. ذهنك صافي. نعم. قعدت داخلية يا عيشة؟ قعدت داخلية أقل من شهر ولما إخواني رفضوا وقالوا تجي راجع البيت جيت راجع. المدرسة كانت قريبة للبيت؟ ما بعيدة شديد لكن بمشي. ما قريب. تمشي بعيد. ما قريبة وما بعيدة يعني مسافة كده. كنت بتحصل الطابور عادي؟ عادي بقوم عشان بقوم مع الأذان الصبح بحصل. بتقوم مع الأذان الصبح عشان تأخرت ما بحصل. الشاي. نعم. لناس البيت. نعم. عمنا عوض الناس اللي حوالينكم جيرانكم. أيوة. لما عيشة نجحت. أيوة. فرحوا نفس الفرحة اللي انتم فرحتوها ووقفوا معاكم. جانوا ناس انهم كتار حريم والرجال. ما شاء الله جوكم. اي. تمام. ولا البارح. الناس ماشية. الناس ماشية. والحلاوة جاية. والحلاوة جاية. وماشيين وفرحانين وكيفين من بعيد ومن قريب. الحمد لله. عيشة الان حتمشي مرحلة بتاعت الجامعة. اي ان شاء الله. وعمنا عوض. حيكون قريب لها نفس ما كان قريب لها في المدرسة إن شاء الله. بالإضافة لأنه مرحلة الجامعة دائرة إنه زول يتفرغ لها أكثر. نعم. يعني احتمال عيشة ثانية ما تقعد عشان تعمل لك شاي الصباح. أي نعم. نعم هتقدر تبعد منها وتخليها تمشي الجامعة وتشيل همها ومسؤوليتها عشان تجي ترفعكم. أي جدا. عيشة ده بغضني مباشرة ما هرقل ولا أبطل دروس. نعم تغني مباشرة لأنه الرغبة جواك شنو؟ الرغبة جواي إني أدرس تربية. دار تكون أستاذة؟ نعم. ليه السبب اللي بخليك تدرس تربية عشان تكون أستاذة شنو؟ معجبة بالأستاذة نجوى أحمد الحاج داير يكون زيها وربي أجيال
وساعد الطلبة زي ما هي ساعدت. يعني نجوى هي اللي غرست فيك الروح بتاعت انك تكون استاذة، ودائما اقول للاستاذ يمكن الرسول بيحمل رسالة قيمة جدا. الشخصية الاعتبارية اللي انت خدتها وشخصيتك الدائرة تصل اليها ومثلك هو استاذة نجوى. نعم. عشان تكون استاذة وتعمل نفس اللي عملته لك نجوى للطلبة. نعم. متأكدة؟ نعم. تمام. طيب خدت انه الجامعة شكلها حيكون كيف؟ يمكن حتطلع من مجتمع ضيق لمجتمع مفتوح، يعني الجامعة هي من اسمها ظاهر جامعة لكل الناس، لكل الثقافات، لكل السحنات المختلفة. ما حغير نظامي، حواصل دروسي وقدر اليوم باليوم زي ما كنت بعمل في الثانوي، وإن شاء الله حعمل في الجامعة إن شاء الله. عمنا عوضنا أشكرك على هذه المساحة، ونقول لك للمرة الثانية والثالثة والرابعة ألف مبروك لعيشة. كل الناس اللي بتشوفنا الآن في تلفزيون السودان بتقول لهم شنو؟ وحابة تهدي نجاة عيشة لمنو؟ يجزيكم الله خير وأشكركم جزيل الشكر. نعم. وقفتوا معاي، شجعتوني، وجهتوني، أشكركم جزيل الشكر. نحن بنشكرك جزيل الشكر، ونتمنى إنه كلامك ذكرته والقصة اللي حكيتها تجد آذان صاغية من أهل الخير، والناس تمد يد العون للمساعدة والاهتمام بمثل هؤلاء أمثال عيشة وإخوانا وإخواتنا من الطلاب اللي نجحوا وتفوقوا في ظل ظروف يصعب على أي إنسان إنه يحقق فيها هذا النجاح وهذا التفوق. عيشة، جزاكم الله خير. كلام أخير للناس في جزر السودان اللي بيشوفونا عبر برنامج بيتنا. بحيي جميع المشاهدين لبرنامج بيتنا، وبحيي كل أهالي كورتي وجميع المعلمين والمعلمات، وبحيي الجماعة ما بيعرفوني ويتصلوا بي وباركوا للنجاح، منهم بشير الفارس من بحري، وأسامة التجاني عجبنا، وبحيي محمد علي من كردفان، وبحيي بشير الأنصاري من تنقاسي، وبحيي محمد لطيف من الخرطوم، وبحيي كل اللي اتصلوا بي وما لا يسع المجال لذكرهم، وجميع من يعرف عيشة. ما شاء الله دول كلهم ما بتعرفيهم هسه حافظة قبل عنهم. كلهم اتصلوا بارك كلهم اتصلوا. تحية لك. أنا أتمنى إنهم يشوفوك الآن عبر هذه الفقرة من برنامج بيتنا، ونتمنى التوفيق والسداد لك في المرحلة المقبلة إن شاء الله، وأنت مقبلة على الجامعة وتربية ودار تكوني أستاذ إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا جزيلا لك. التحية عبر هذه الفقرة لكل معلم أفنى في التعليم شبابه وقلبه زي طبشيرته أبيض، فكره أعمق من كتابه يحترق عشان يهدي غيره، يسلم الرحم اللي جابه، والتحية لكل طالب همه في اللوح والكتابة يجتهد يقرأ ويذاكر عشان يشيل أهله الغلابة، والزمن وقتين يصيف يبقى فوق راسهم سحابه ويبقى فيها دوام بقيلهم من شق الدنيا وعذابها. تحية لكم مشاهدينا الكرام في كل مكان، متابعينا أينما كنتم عبر تلفزيون السودان وعبر برنامج بيتنا. هذه الفقرة كانت رفقة أسرة الطالبة عيشة، هذه الأسرة التي مرت بظروف وحققت الطالبة عيشة هذا النجاح الباهر. نتمنى أن تكون سحابة على رأس أسرتها الكريمة. عودة إليكم مباشرة الزملاء في استوديوهات برنامج بيتنا.